يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة أم يقال بأنه مبتدع؟ إذا علم بالأدلة وأنكرها، أنكر الرؤية وهو يعلم بالأدلة، فإنه يكفر لأنها متواترة. أما إذا كان مقلدا أو جاهلا فهذا يكون ضالا ولا يكفر حتى يبين له، تبين له الأدلة، فإن أصر بعد البيان على الإنكار كفر، والعياذ بالله. نعم.